فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحياناً نتبع الجنازة بعد صلاة العصر حتى تصل إلى المقبرة، وعند دخولي إلى المقبرة فإني أقوم بإكمال ما تبقى لي من أذكار الصلاة، ثم آتي بأذكار المساء وأنا داخل المقبرة، هل هذا الفعل جائز؟ يأتي بأذكار أذكار الصلاة وأذكار المساء، ما تفوت هذه، إذا طلعت تأتي بها، إذا طلعت تأتي بها ما تفوت، وقتها موسع. نعم.